وللحديث عن دلالات الإفراج عن علي غلام المتهم بشبهات فساد ومدنية الحكومة بمكافحة الفساد في العراق، معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. ماذا يعني الإفراج عن علي غلام وتبرئته رغم وجود دعاوى واتهامات ضده بتهريب العملة؟ تحية لك مرة أخرى. يعني هذا الإجراء أن الفساد في العراق الحالي، العراق المحتل، أمر متجذر ولا يمكن يعني الفكاك منه، وكل الادعاءات الرسمية التي تصدر من هذا المسؤول أو ذاك مهما كان اسمه ومنصبه وتدرجه في المناصب، يعني ليس إلا ذرا للرماد في العيون، وأن هذه الإجراءات لا قيمة لها في الحقيقة، لأن كما قلت الفساد جزء يعني شيء متجذر وجزء من أركان النظام القائم في العراق بعد احتلاله. الأمريكيون وأولا ثم الإيرانيون الذين يحتلون العراق يعني قاموا بتثبيت هذا النظام من خلال عدة أعمدة، ومن أحد الأعمدة التي يقوم هذا النظام المجرم الفاسد الإرهابي القاتل عليها هو عمود الفساد الإداري والمالي الذي يضرب كل مناحي الحياة في العراق. إلى أي مدى يعكس الإفراج عنه نهج الإفلات من العقاب ويرسخ هذا النهج، وهو ليس حادثة عابرة كما تعلمون لدى السلطات الحكومية في العراق، إنما هناك تكرار واضح لهذه المسألة؟ كما تفضلتم، يعني نهج الإفلات من العقاب أمر ليس عابر، وإنما هو أيضا هو جزء من أركان هذا النظام الذي يقوم على عدة أركان. كما قلنا الإفلات من العقاب سياسة معتمدة في كل المراحل التي شهدها العراق بعد العام 2003. كل المجرمين الذين قبض عليهم بشكل أو بآخر كما يزعم إنما جرى يعني إما العفو عنهم بشكل مباشر أو تهريبهم، أو المهم أنهم أفلتوا من العقاب، لأن لديهم من الأغطية ومن الوسائل الدعم ما يمكنهم من الإفلات من العقاب بشكل يعني واضح لا يمكن لأحد أن ينكره. لجنة النزاهة النيابية أكدت أن أغلب ملفات الفساد ما زالت مجمدة في المحاكم بأمر من الأحزاب الحاكمة التي ترفض إجراءات المساءلة، وفي الحقيقة ليس هناك سؤال، هذه معلومة ماذا تقول فيها أستاذ مصطفى؟ هذه يعني هذا أمر مؤكد، والحقيقة أنه ليس أغلب وإنما كل. نحن في العراق منذ 20 عاما لم نجد نتيجة تحقيق لجنة تحقيق واحدة أو لجنة تقصي حقائق واحدة من التي شكلت، من المئات التي شكلت للبحث عن جرائم في العراق. ولذلك يعني هذا الإعلان من لجنة النزاهة النيابية أو غيرها يؤكد حقيقة أن النظام والقضاء الحقيقة في هذا النظام هو الذي يمنح غطاء لهؤلاء المجرمين لكي يستمروا بإجرامهم. والجميع يعرف أن كل المعطيات التي نشهدها في العراق تؤكد ليس فقط تغاضي القضاء وإنما دعمه للمجرمين والفاسدين. عندما تقول منظمة تريس الدولية بأن العراق يحتل المرتبة 163 عالميا في مؤشر مخاطر الرشوة، كيف يمكن أن يثق المستثمرون بهذه البيئة وهذه الأجواء لافتتاح أعمال واستثمارات لهم في البلاد؟ شهدنا في السنوات الأخيرة غير موضوع الرشوة، هناك الابتزاز، هناك الاعتداء، هناك الهجمات الميليشياوية حتى بالصواريخ وبقذائف الهاون على المستثمرين، وطبعا هناك التهديدات وهناك الحملات السياسية والإعلامية التي تنفذها أحزاب وميليشيات السلطة
بكل صنوفها، وبالتالي لا يمكن في أجواء كهذه أن يكون هناك استثمار حقيقي في العراق. الذي يجري هو عمليات نهب للعراق، وما يسمى بالاستثمار الآن وليس أكثر من عمليات نهب. وهذا الذي المسمى علي غلام، وبصرف النظر عن شخصه، وإنما العملية التي تجري في مزاد العملة، بيع الواردات من العملة الصعبة للعراق، وأحيانا يتم بيع في يوم واحد أكثر من واردات العراق في ذلك اليوم، بمعنى أن هناك نهب مستمر ودائم لخزين العراق من العملات الصعبة وغيرها. نعم، إذن أين الأصوات السياسية التي قالت إنها ستلعب دور المعارضة في العراق؟ هل هي موجودة؟ هل تعتقد أنه بالفعل هناك معارضة حقيقية لكل هذا الفساد؟ الذي يشترك في مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق، وهو المشروع السياسي المسمى العملية السياسية، هو جزء من هذا النظام، سواء كان يعني أو جزء من هذا المشروع الإجرامي، سواء كان في السلطة أو يدعي أنه في المعارضة. هذه المعارضة معارضة شكلية وغير حقيقية، بل إنها معارضة ضرورية كما يزعم لبقاء هذا النظام وإمداده بأسباب الحياة. أشكرك جزيلا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل.